أكد المشاركون في ندوة الاستهداف القطري الممنهج ضد بحارة البحرين والتي نظمتها جمعية جلالي للصيادين، أكدوا أن ما يتعرض له بحارة البحرين من انتهاك لحقوقهم عبر إجراءات السلطات القطرية الاستفزازية هو أمر مرفوض ويخالف الأعراف والمواثيق. ومبادئ حقوق الإنسان اللي لابد أن احنا نقف في ردع هذا النظام ومعاقبته على الجراء اللي حق الصيادين. شهدنا العديد من الحالات، شهدنا إطلاق النار على صيادين بحرينيين، اغتيال صيادين وإجبارهم على دخول المياه الإقليمية القطرية تحت تهديد السلاح من قبل قوات الأمن وخفر السواحل القطرية. اليوم نسمع ونشهد ونرصد أحكام بالحبس لمدة تتفاوت، غرامات يعني نسميها أتاوات، يمكن هي أكثر من أن هي تكون غرامات، حالات غريبة وغير مقبولة في التعامل مع يعني من يدعون بأنهم دخلوا إلى الحدود القطرية. إن للأسف الشديد إن ما يواجه البحارة البحرينيين من انتهاكات لحقوقهم وتهديد سلامتهم عبر إجراءات السلطات القطرية الاستفزازية لأغراض سياسية توسعية أمر مرفوض ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية. كما وأن قضية البحارة البحرينيين بالنسبة لنا إحنا كمجتمع مدني قضية عادلة في التصدي لها، خاصة في ظل انتهاكات السلطات القطرية تجاه البحارة، وأنها واجب إنساني وأخلاقي ووطني. ولا يفوتني في هذا المقام أن نشيد عاليا بحكمة كذلك مملكة البحرين في التعامل مع الأعمال العدائية من قبل السلطات القطرية التي طالت البحارة البحرينيين، حيث كان وما زال تعامل دبلوماسي رصين، هذا بجانب سعي مملكة البحرين الدائم للحفاظ على البيت الخليجي والتزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة وسعيها الدائم لإيجاد حلول سلمية وفقا للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وذلك حرص منها على سلامة واستقرار المنطقة. لأن كل المنظمات لو تريد اليوم تسافر وتدخل سجون قطر تقول لها لا، لأن أوضاع مزرية هنا. ونحن لا نتكلم عن فراغ، نحن عندنا إلى الآن صور للسجون، صور أوضاع العمالة موجودة داخل، وشنو أوضاعها؟ نحن للآن لم نطلع كل ملفات. نحن تواصلنا مع العوائل والأسر والأطفال الذين الآن في عوز وفقر في دكة تتحملها دولة قطر. أوضاع الثمانية الآن في هذا السجن مع عمالة كبيرة موجودة،